السلام عليكم ورحمة الله. شهر قيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث فيه رسولا الى الناس كافه حتى قال الصرصري فيه: واتت عليه اربعون فاشرقت شمس النبوه منه في رمضان. وشهر اختاره الله عز وجل لانزال كتبه على خاصه خلقه واصفيائه، ونزل القران ببيان فضله ومنزلته. جدير بنا ان نتفكر فيه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. امتدح ربنا شهر الصيام من بين سائر الشهور باختياره لانزال القران العظيم فيه. وهو الشهر الذي كانت الكتب الالهيه تتنزل فيه على الانبياء. ونحن نعلم ان القران انزل في رمضان، فقد سمعنا هذا وقراناه، شهر رمضان الذي انزل فيه القران. ولكن لعل بعضنا لا يعلم ان صحف ابراهيم والتوراه والانجيل والزبور كلها انزلت في رمضان. اخرج الامام احمد والطبراني من حديث واثله بن الاسقع الليثي قال نزلت صحف ابراهيم اول ليله من رمضان وانزلت التوراه لست مضين من رمضان والانجيل لثلاث عشره وانزل الزبور لثماني عشره وانزل القران لاربع وعشرين خلت من رمضان وهذا الحديث للفائده يقوي مذهب سيدنا عبد الله بن مسعود القائل بان ليله القدر هي في الرابع والعشرين من رمضان. ولكن يبقى السؤال، هل نزل القران كله في رمضان؟ ام ابتدأ انزاله في رمضان واستمر بعد ذلك في سائر ايام السنه، ام ماذا؟ اما صحف ابراهيم والتوراه والانجيل والزبور فنزل كل منها على النبي الذي انزل عليه جمله واحده واما القران فانما انزل جمله واحده من اللوح المحفوظ الى بيت العزه في السماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك مفصلا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم فرضه الله تعالى علينا ليجمع لنا به خيري الدنيا والاخره وقد احاطه الله تعالى بعنايه مطلقه قل نظيرها بان هيا له كل اسباب البركه من نزول القران في شهره وتضاعف الاجر باداء العباده فيه عمره في رمضان تعدل حجه او حجه معي مثل هذا او نحوه قوله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الذي ذكرته ينقطع سؤال كان قد اختلج في صدري، لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه جل وعلا: قال الله كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به، والصيام جنه، واذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب، فان سابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح واذا لقي ربه فرح بصومه. الصوم لي وانا اجزي به، لماذا قال الله عز وجل هذا عن الصوم؟ مع ان الاعمال كلها لله تعالى وهو الذي يجزي بها جل وعلا. وان للتفكر في هذا النص ثمرات الاول منها ان الصوم لا يقع فيه الرياء والرياء قد يقع في الاعمال الاخرى ويؤيد هذا ما رواه البيهقي في الشعب من حديث ابي هريره بسند ضعيف ليس في الصوم رياء وذلك لان الاعمال انما تكون بالحركات الا الصوم فانما هو بالنيه التي تخفى عن الناس وهذا جواب لطيف فنحن لا يمكننا التفريق بين من أمسك عن الصيام لكونه شبعا وبين من أمسك بنية الصوم يعني في الصورة الظاهرة وحديث لا رياء في الصوم وإن كان ضعيفا إلا أن معناه أنه لا يدخله الرياء بفعله وإن كان ربما يدخله الرياء بالقول كمن يصوم ثم يخبر بأنه صائم فقد يدخله الرياء ساعة إذن والثاني من المعاني التي يمكن ان نستشفها ان الاعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس وانها تضاعف من عشره الى سبعمائه الى ما شاء الله الا الصيام فان الله عز وجل يثيب عليه بغير تقدير وقد روي مثل هذا في الموطأ. او ان معنى قوله الصوم لي وانا اجزي به ان الصوم من احب العبادات الي ومن المقدم عندي من بين العبادات او ان الاضافه في قوله لي اضافه تشريف وتعظيم كما يقال بيت الله وان كانت البيوت كلها لله او ان الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الجليل جل جلاله فلما تقرب الصائم الى الله عز وجل بما يوافق صفاته اضاف الله الصيام اليه. قال القرطبي: معناه ان اعمال العباد مناسبه لاحوالهم الا الصيام فانه مناسب لصفه من صفات الحق جل وعلا، كانه يقول: ان الصائم يتقرب الي بامر هو متعلق بصفه من صفاتي. او ان الصيام لم يعبد به غير الله بخلاف الصلاة والصدقة والطواف مثلا أو أن جميع العبادات توفى منها مظالم العباد يوم القيامة إلا الصوم روى البيهقي عن ابن عيينة قال إذا كان يوم القيامة يحاسب الله تعالى عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من عمله حتى لا يبقى له يعني للعبد إلا الصوم فيتحمل الله تعالى ما بقي على العبد من المظالم ويدخل العبد بالصوم الى الجنه. ويؤيد هذا حديث ابي هريره قال: قال ربكم تبارك وتعالى: كل العمل كفاره الا الصوم فانه لي وانا اجزي به رواه الامام احمد. ولا يفوتني ذلك النص الذي حسن اسناده بعض اهل العلم فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما يروي رسول الله عن ربه انما ترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلي فتفكر انت كيف ستكون المكافاه او ربما يكون المعنى ان اعمالنا ظاهره فتكتب الحفظه اجرها الا الصوم فان الله تعالى هو من يكتب اجره فاعظم بطاعه الله يكتب اجرها والخلوف بضم الخاء هو تغير رائحه الفم بسبب الصوم ومع ذلك يقول لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك فاحرص على طاعه وقعت عند الله عز وجل هذا الموقع العظيم ولا تفرط بها فان مثل هذه المنحه قد لا تتكرر. ما كان حديثا يفترى تلك الاخبار التي نقلت لنا احوال الذين حملوا الينا هذا الدين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند استقباله رمضان يقول مرحبا بمطهرنا من الذنوب ويقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه من كان همه ما يدخل جوفه كان قيمته ما يخرج منها الاشاره من سيدنا علي الى ان الانسان ينبغي ان يهتم بالطاعه لا ان يهتم بالطعام قيل للاحنف بن قيس رحمه الله عندما كبر في السن انك شيخ كبير وان الصيام يضعفك فقال اني اعده لسفر طويل والصبر على طاعه الله سبحانه أهون من الصبر على عذابه وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما شبعت منذ أسلمت وعن ابي سليمان الداراني قال اذا اردت حاجه من حوائج الدنيا والاخره فلا تاكل حتى تقضيها فان الاكل يغير العقل وعن ابي عمران الجوني قال كان يقال من احب ان ينور قلبه فليقل طعامه. وعن عثمان بن زائدة قال: كتب إلي سفيان الثوري: إن أردت أن يصح جسمك ويقل نومك فأقلل من الأكل. في هذه الفقرة ناتي الى اجابه الاسئله التي تتكرر كثيرا ومنها مثلا سائل نسال يقول امراه تقول انا اخذت دواء لتاخير العاده الشهريه وهدفي ان لا يفوتني الصيام فما حكم صيامها والجواب اذا اخذت المراه دواء فلم تر دم الحيض فصامت فصيامها صحيح لكنها لا تنصح بذلك اذ لا ضروره الى ذلك فهذا من خلق الله فيها وهذا في حال كان الدواء لا يضرها اما اذا كان الدواء يضر بها ولو احتمالا فيحرم عليها تناول هذا الدواء وسائل اخر يسال يقول امراه تقول انا ام لطفل رضيع واخاف اذا صمت أن أستطيع إرضاعه فهل يجوز لي أن أفطر؟ ونقول في الجواب هذا السؤال يرد في الحامل أيضا فإن حكمهما مشترك وقد اختلف الفقهاء في حكمهما فذهب البعض إلى أن عليهما القضاء فقط وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وقال به من الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وذهب البعض إلى أن الحاملة والمرضعة إن خافت على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط لأنها حينئذ في حكم المريض الذي يخشى على نفسه المضرة والله تعالى يقول: "ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر". سائل آخر يسأل فيقول: "أبي مات وعليه صوم من رمضان" فهل يجوز لي قضاؤه عنه علمًا أنه لم يصب بذلك؟ والجواب على هذا أن من مات وعليه صيام من رمضان فلا يخلو من واحد من حالين. الحال الأول أن يموت من عليه الصيام قبل أن يمكنه قضاء ذلك الصوم إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجزه عن الصوم فهذا لا شيء عليه في قول اكثر اهل العلم. والحال الثاني ان يموت بعد امكان القضاء فالواجب في مثل هذه الحاله ان يطعم عنه لكل يوم مسكين وهذا ايضا قول اكثر اهل العلم. وعلى هذا فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذا في حال ان يكون افطر لعذر كحيض وسفر او مرض يرجى حصول الشفاء منه وتمكن من القضاء ولكنه لم يفعل، فحينئذ يستحب لاوليائه ان يصوموا عنه، لهذا الحديث الذي ذكرته من مات وعليه صيام صام عنه وليه. سائل اخر يسال فيقول: هل يجوز لي ابتلاع النخامه وانا صائم ام يجب علي طرحها واخراجها؟ النخامة هي النخاعة وهي ما يخرجه الإنسان من حلقه من مخرج الخاء ومذهب الحنفية والمعتمد عند المالكية أن النخامة سواء كانت مخاطا نازلا من الرأس أو بلغما صاعدا من الباطن بالسعال أو التنحنح ما لم يفحش البلغم لا تفطر مطلقا وفي نصوص المالكية قالوا البلغم لا يفطر مطلقا ولو وصل الى طرف اللسان لمشقته. لكن خليل من المالكيه قال انا ارى فساد صومه لانه يمكنه ان يطرح هذه النخامه فلما قصر في طرحها افطر وعليه القضاء. وفي روايه عن الامام احمد ان ابتلاع النخامه لا يفطر لانه معتاد في الفم وليس واصلا الى الفم من الخارج بل هو من داخل الفم. فأشبه الريقة وعند الشافعية قالوا إن اقتلع النخامة من الباطن ولفظها فلا بأس بذلك في الأصح لأن الصائم يحتاج إلى مثل هذا الفعل كثيرا وفي قول يفطر كالاستقاء كمن يعني أجبر نفسه على أن يخرج القيء من باطنه أما لو صعدت بنفسها أو بسعاله ولفظها لم يفطر جزماً طيب إن ابتلعها بعد وصولها إلى ظاهر الفم قال الشافعية أفطر جزما. طيب إن حصلت في ظاهر الفم قال يجب قطع مجراها وعليه أن يمجها فإن تركها مع القدرة على ذلك يعني على المج والإخراج فوصلت إلى الجوف أفطر في الأصح عند الشافعية لتقصيره. وقد نبه بعض أهل العلم على أنه ينبغي إلقاء النخامة. حتى لا يفسد صوم الانسان على قول الامام الشافعي وليكون صومه صحيحا بالاتفاق وما دام قادرا على المج فليمج. سائل اخر يسال فيقول غلبني القيء وانا صائم ماذا علي؟ فهنا نقول يفرق بين ما اذا خرج القيء بنفسه من غير تدخل من صاحبه وبين ان يتدخل فيخرج القيء والذي هو يسمى بالاستقاء. وعبر الفقهاء عن الاول بقولهم اذا ذرعه القيء اي غلب القيء الصائم فخرج بلا ارادته فاذا غلب القيء فلا خلاف بين الفقهاء في عدم الافطار به قل القيء ام كثر. لحديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي. الحديث اخرجه الترمذي وحسنه. اما لو عاد القيء بنفسه وهذا يحصل كثيرا فلا يفسد الصوم وهو الصحيح من مذهب الحنفيه لانه لا تدخل من الصائم نفسه ولانه لم توجد صوره الفطر وهي الابتلاع واصلا القيء لا يتغذى به عاده بل ان النفس تعافه والانسان في الحقيقه يريد ان يمجه إذا فعوده بلا إرادة من الإنسان معناه أنه مجبور على هذا الشيء فلا يفطر بذلك. ومذهب المالكية أن المفطر في القيء هو رجوعه سواء أكان القيء لعلة أو لغير علة، قل القيء أو كثر، تغير القيء أم لم يتغير، رجع عمدا أم سهوا في مذهب المالكية مفطر وعليه القضاء. والحنابلة رأوا أنه لو عاد القيء بنفسه لا يفطر. لانه كالمكره حينئذ، اما لو اعاده هو يفطر حينئذ، كما لو اعاد يعني القيء بعد انفصاله من الفم. سائل اخر يسال يقول ما هو يوم الشك؟ وما حكم صومه؟ يوم الشك هو اليوم الذي يلي التاسعة والعشرين من شعبان. إن لم يتبين هلال رمضان يعني ما رأينا هلال رمضان ولا ندري غدا أهو من رمضان أو ليس من رمضان لكن المهم أن الناس لم يروا الهلال فنحن حينئذ لا نعلم هل سيكون الثلاثين من شعبان هو الثلاثين من شعبان أو سيكون اليوم الأول من رمضان فهل نتم ثلاثين أم نصوم من رمضان لا ندري فلا يجوز لأحد أن يصوم هذا اليوم من باب الاحتياط خشية أن يزاد في رمضان لحديث عمار رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم روى هذا الحديث أصحاب السنن وعمار رضي الله عنه هذا الحديث لم يقله من رأيه وعقله بل هذا مما له حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الحكم بالعصيان لا يحكم به الإنسان من رأيه لا بد أن يكون قد سمعه من المشرع هذا إذا كان الجو صحواً أما إذا كان حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم فقد اختلف العلماء هل هو أيضا يوم الشك؟ والصحيح أنه يوم الشك ولا يجوز صومه لعموم الأدلة منها الحديث الذي ذكرته قبل قليل وحديث لا تقدموا شهر رمضان بصوم قبله بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه الحديث رواه مسلم ولحديث فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين والحديث متفق عليه فالخلاصة إذا أننا يجب أن نصبح يوم الثلاثين من شعبان مفطرين لا صائمين إن لم يتبين لنا هلال رمضان من الليلة السابقة إلا شخص اعتاد أن يصوم يوما بعد يوم فصادف صومه يوم الشك فهذا لا حرج عليه في أن يصوم معتاد أن يصومه والله تعالى أعلى وأعلم والى لقاء اخر ان شاء الله تعالى استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته